في سؤاله الأول يقول: سافرت إلى مصر ورجعت منها في شهر من شهر ذي القعدة إلى مكة المكرمة، ولم أدخل مكة محرما لأني كنت ناوي الحج وحجيت في السابق ولله الحمد، هل علي شيء بعد ذلك؟ الحج صحيح الحمد لله إذا كنت أديته على الوجه المطلوب وأكملت مناسكه، ولكن دخولك إلى مكة متجاوزا الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج تكون قد تركت واجبا من واجبات الحج، لأن من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر منه ولا يؤخر الإحرام إلى مكة أو إلى ما دون الميقات، فما حصل منك يعتبر تركا لواجب يجب عليك الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.